بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان يؤكد الآذان يا آيات بقل يشنات وصورة البقرة كمدة يا إلهي سبحانه وتعالى من يغضص ورمي عشر كان يؤيد ميني وها الله يمسيجر مجع لانا يا نقوة كفري وآل كتاب كمدة يا مشكين تا إلي ينكسي دجيو لإلهي خير لي ينكسي دجيو ورسولك عليه الصلاة والسلام يحيي المسيء بالجنة عليه سنجع عليهم الحسد وهم خير كاسو حق ربي مكاء هذا إلهي وانا حسدا لكم حسد وهم حسد وهم أسوي شو حسد كوري يحترم ما يرد صواب إلهي الله من حريسي سواك قاري إليه وما إن مدع إيدي أنت وقفك إيدينا رسولك عليه الصلاة والسلام الحسد وهم أي سنة إن مدع سنوع ظليمي إلهي سبحانه وتعالى يحيي ليه الله من حريسي سواء كبيني ويا قفك يدوني والله ألم يدري فضل قضي عليه الصحيح ويا العظيم ويوين أي إلهي مسعوده سبحانه وتعالى مركة نمان كاساء وحيي لهذين مدين من يد اللائق إن غرم يسوء إلا أنك مليان عيوبهم معي إلى يهيد الدامة يحانها أبناء الأنبياء يانها أنبياء المهيد يانها مشكين العرب إذن الحيوي حسد كنبي عليه الصلاة والسلام الحسد أيهم حيوه لا ليه خياسك إيا وحياده مالك إيا وحي الهايين أي مركاسي حيوي كوكبري مركاسي ساس وحسد أيهم أيهم يحيي لأذين نبي من نبي اللائق نغم يسوه ومن نغم يسوه إلا أنه مياني نداما وحياده بغن أنه آن دارنا محمد وحيوي أنه أيهم وحبونا وسياسي لهذين أيضا إن ميشان تجلي إن إلهي يحيي رماك يمن صح عن نسخني بإلهي ومن آية آيدا أو أن بس أيود إلهي من سها عن كهل من سين ما أتيان لا إمان وما بخير متك خير بلا منها تاس خير بلا أو أدومنك إلى معف بلا أو أن بس مثلها أيضا مثل كذا أيان لا إمان وما ألم تعلم سيمع بذيب إلهي أن الله ألا على كل شيء شيء لأرك كل مستقدير عليك رأيه أيضا أيضا إن ترمع عن هذا إجري وهذه سودة كيبا لي منك كفارك هاي أيا يحيد درين باليري نسخ غران كمرتا سوء اسم سخاوي وهي يراهدين وهي يراهدين محمد أصحاب تيسا مانتا ورحو فريا هذا نبي هو حوالي وحو ما انت فرأيه جرمى دركة بيضايا مركز محمد هو كسوين حيراء ورير عليه كسوين هايو وامي ورى السنوان ما انت أمر كأي بحيه جرمى مركز وحيوه يا بجلايا سيأس دراد يا رأيه سنة هاي من الله هاي كارو وامر كيسا حوالي حيراء عليه كسوين هاي ويا يريسين هذا لغاس أي رسولك عليه الصلاة والسلام يكيرا بيان اوف مرأة مركز مسخة حجمه كسرًا يفايض إليه أي إلهي كرمي أو أيضًا إلهي كقري مركزود إلهي ما كي منسخ عن نسخنود إلهي ماذا نوحيه مغنيسا الشربيه مغنيسا لأن النكراء بمعنى شيء هي من آية ما يحيي البيان أي ماذا مغنيسا إلهي أمير ما كي ماش من الذي كي منسخ عن نسخنود إلهي أو من آية آيده بإلهي وهذا حلم كان يا سيدي مركز أيالنا صحيحي أيضا وهذا حلم كان يا سيدي مركز سيدي أيالنا صحيحي مركز لنا صحيحي نسخ يا وحال غي هذا إنه مغضب نسخ أو أيضا يمع مهيب عند سحوم كيد الله سكوا هذا نسخي ترى يدي هي حلم كيد هذا نسخي أما سيحال نسخي أيضا تلاوين اللي يجيكتا لكن حالا نسخة يا حين كي يالا نسخة يا أما سوحا يجي تلاوين يالا نسخة يا هو تلاوين يالا غاضية حين كي يانا مركا سجيوا نسخة مركا وحيوي انت أسوي أما سوحا لو أثرا يا ماذا اللي سيد جي تلاوين من اللي مكيني إسر مركا سي حين كي من اللي مكيني تاسنا والله سيد أثرا يا لكن سيد حداس أي أمرك أساء نسخ إيه نقونا يا هاله مثلا بعد الدولة إذا نسخ أمرك أساء الله نسخي آيات حيوم كيلي تلايب نؤجيبت قرآن كما ربنا أيها الذي هو لها وحاكم إذا مثلا بعد آية الأبدا أيها كمده
عدد مركي هرو وها سوى دقي إنه عدد عدة الوفاة كاهو هل صنع ايتاه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج المتاعا والحول أي سوى دقي أخاج وها مركا سوى إما سخي آيدي كلاو كدن بيسيو إلهي يريد الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا إلهي خاص أيام مركا ساو حيوي أيام السخري مركا هذا آيات استلاوية الواجهة تحيون كيف نوام من صوح وهي وهذا أيسا مركا سي إن مركا سي تلاوية أي الله في الجاء إيا مركا سي حيون كي إن تاسب إن الأسلام السخنة وان إكرتها سنو حاوي مثلا با وحا جهتي عشر فلعات معلومات يحرمنا وهذا يجمد مركي ليرادو وحا جهتي آيات او مركاسي اهالي تلنجير او معلومات انا جهديه ناس كميه او محرم كيس اهين وهي ام قنيسة محرم ام قنيسة يالا نسخي تلاويدي يحيونك ويالا نسخي يالي مركاسا وحا لقبغي خلاعي او مركاسي حرمى يشمع يالا قبغي شمع هلعا يالا قبغي مركا هدى لفظ يقول لنا الصحيح دون الحكم منه لفظ يقول لنا الصحيح كنا يجيبا وها مثلا بكمدة الشيخ والشيخة إذا زنيا فرج النوم البطة نكارا من الله والله عزيز حكيم أيضا صحيح كمدة يلي أيضا بلن أولا فقه علي سورة الأحزاب أن اكتب دونه هذا مركاسي منك هي ماتي إيزان المحسنة إلا فجمنا أيا الله الشيخي أو آية كسود التالي راسي الشيخ ترى يدي الله قال حكيم كنا يجيبا marka hadda waxa kale aan sheegnay taasara u sheegnay xukunka la masaxalad bixin jeedo ay dooran ku sheegnay waxa kale oo kamid taas daalin si ay ayad kale loo sii helaya kutiga aleeku gala xalara hadda kuu mooto in taraka khayran sawt walidin ayadaas ay ilaahay ku sheegay qofka biyaas oo meel ku haadiro xoolana uu ka tagaa inay waalidiinta dadkii wax dhaxlaayo u dardaarin marka waxa weey ayatul miras iyo hadiiska la wasiyo tala warisin ayaa markaas la wada saxay iyo ayada hadda inuu kasoo marayney ee markaas ay dib u heeday halka sanaa heeday marka hadda masax waa sidaas weey faayidada sayna iska leeyahay marka Allah uu yiri subhanahu wa ta'ala ma shay'in mansakh an masakhna ilahu aw min ayatin ayada hayd ilahu aw amma sanunsaha min sikaha aanu ku halmaansiino oo qalbigaaga ka tirmadayay أما سؤال من سأها قريبا يعمر فضيل آخرية عن أخرين جبه مبنود إلهي أو مركاسي حيوية حين كيدي مركاسي إذا سيد جنبا حين كيدي إن سيد جنبا تلاويري من الحف إيهي أو أما سأل من سأها عن أخرين مبنود إلهي سبحانه وتعالى أما حال الله الله المحفوظ بأن لكي جنبا ومد أنك أفر إيهي ما أتلم ما بني أيود إلهي بخير مثل خير بلان منها استعطاس خير بلان أنفع للعباد يعبد من قوة نفع بدن حق السهولة سهلها شدة أمس أجل كفرد بدنا شميس أو أمس مثلها مثل كذا يا الله مارينا تكاليف تريد سيئة كلا من الجهي ألم تعلم سيء معجبين إلهي أن الله ألا على كل شيء شيء لأرك كل يستقدير عليك رئيه ألم تعلم سيء معجبين إلهي أن الله ألا على كل شيء شيء لأرك كل يستقدير عليك رئيه ونسخ سيئة تبديل كاس اياك من الاستفام تامي استفام هو اللي تخيره هنا غنى ساحاوي ألم تعلموا بإلهي سيدعوا بذيب هذين إلهي أن الله قال لي له قال لي إنا يسلنا بملك السماوات السماوات كملك غير إياه والأهل أخذوا بإلهي ألم تعلم سيدعوا أن الله قال لي له لله قال لي إنا يسلنا بملك السماوات سماوات كملك غير إلهي إياه والأهل أخذوا وإلهي يحوا الدون قوم كانوا قصة منها وإيه تصرفها وما لكم إذا ما أوصلت من عمود إلهي من دون الله إلهي غير كيسة من يلين الإلهي مد إذا دورة إذا نص من عمود إلهي من تياس كسر ما دام نفي أظهر مري وما لكم إذا ما أوصلت من عمود من الله أو من دون الله إلهي سكليسة من يلين ولي إذا نص من عمود ولا نصير مد جرجار وعذابك إلهي إن كمنا إيانا إذا نص من عمود هدي عذابك على إذن الله أن تريدون بل تريدون يحيى الدين السينو الإلهي كفار مكو يحيى الدين السين أن تسألوا إنا سؤال شان
rasuulakum rasuulkiina kamaa sidii suuli loo su-aalay muuse anaga muusemin nabi hor loo su-aalay waman yatabadal lkufra kufriga ruuxu ku bedelow dhowdhahay biliimaani iimaan waman yatabadal lkufra kufriga ruuxu ku bedeshay dhowdhahay biliimaani iimaanka ee waxa weeye iimaankiina ka taga kufriga qaata bedelkii waxa weeye iimaanka gaalnimo qaata faqad xaqiiqaha lalla kaasu waa lumow dhow ilaahay sawaa asabiili jidka dartankiisoo ka lumayow dha ilaahay wamin yatabadal lkufrow dha ilaahay aayaddan hadda ilaahay intaana macnaheeda u gelin alla wuxuuna soo dhahay ma waxaa doonaysiinow dhahay isagoo la khidaabaayo quluubka kufaarta ahay oo nabi calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan oo aan markaasi kayru macquul waxyaabo badan oo kayru macquula su-aalay oo xataa haddii la yeelano aan waxaysan ku dheefaynin ayaa markaasa ilaahay aayaddan soo dejiyey. aayaddan waxay kusoo degtaa la yidhi ahlumakana waxay su-aaleen beledka maka oo markaasi buuro waaweyn ku dhex yiya buurahaas in meesha laga fogeeyo loo waasiciyo buurta maaragtay safa dahab looga dhigo arlada loo waasiciyo dhul beereed loogaga dhigo waxyaabahaas ayaanu ku su-aalin lahay yidhaahdeen. taasoo hataa haddii loo yeelane waxba markaasi ayna aynu ku dheefaynin maxaa yaela maka waxay ku dhex tiilay buuro ay ku dhex tiilay dhul wax ka baxayna ma ahaysanayn waxyaabahan oo dhan naga fogey yidhaahdeen buurtaa markaasi oo safara dahab nooga yidhaahdeen iyo waxyaaba kaloo fara badan weyn waa ka yidhaahdeen oo kale lan yumina laka xataa tufajira lanaa min alardi yanbuuca waa ka yidhaahdeen kurumaynayna maxamedow ilaa aad arlada nooga soo dhambalaysid ilaaliyaal aad nooga soo dhambalaysid markaasuu dha ilaahay anturiidiina ma waxaa doonaysiin an tasaluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiina kamaa sidii su-iila loo su-aalay muuse anaga muuse min qabli hor waman yatabadal lkufra nabi muuse waxaa la su-aalay horeyaanu usoo marnay haddana waanu ku tegaynaa oo waatay nimanki yidhaahdeen arrima laaha jahratan yidhaahdeen ilaahay subxaana watacaala si cayaana nootusu yidhaahdeen aan ujeedno waman yatabadal lkufra ud ilaahay kufriga ruuxu ku bedesha biliimaani iimaanka ud ilaahay oo waxa weeye bedelka iimaanka gaalnimo qaata aayaadka ilaahay ku kufriya waxyaabo badan ikhtiraacda faqad xaqiiqaha lalla kaasu waa lumow dha ilaahay sawaa asabiili jidka dartankiisoo ka lumay oo dariiqa xaqa ahay ayuu jafay wadda waxay jecel yihiin ud ilaahay kasiiran wax badan oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid ah loo yuriduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina bacdigiisa kufaaran kufaar ay idin celiyaan xasadan xasad daraaddiisa ud ilaahay xasadkaasoo min cinda anfusihim naftooda agtiisa ka aaday ud ilaahay min bacdi maa inta kadib ud ilaahay tabayana uu cadaaday lahum ayaga alxaqu xaqa uu cadaaday shaaniga nabi calayhi salaatu wasalaam kiisa uu cadaaday aayadaan iyagana sagmajiirkeeda wuxuu caydaaday saxaabiga la yidhaha camaar bin yaasir iyo xudayfa bin alyamaan ayaa markii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kala soo noqdeen qaswada wixii la yidhaahdo waxay la kulmiin baa la yidhi jamac oo yahuud ka mid ah markaasay yahuuddii waxay ku yidhaahdeen sow annaga uma dhihin diinta yahuudiyada ayaa